أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون
تقدمون فإن والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم صدق الله العظيم.